بتكلفة وصلت إلى 135 مليون دولار، وعلى عمق 15 متراً تحت سطح الأرض في مدينة الرملة قرب تل أبيب. إسرائيل تبدأ العمل في بنك دم جديد كان من المفترض افتتاحه لاحقاً، لكن حرب غزة أجبرتها على افتتاحه الآن لتلبية احتياجات قواتها هناك. وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية قالت إن بنك الدم الذي يحمل اسم مركز ماركوس الوطني لخدمات الدم يتكون من 6 طوابق تحت الأرض، وتبلغ مساحته 51 ألف متر مربع، وهو محصن من الصواريخ والقذائف والهجمات الكيميائية والزلازل، حيث شيد من الفولاذ والخرسانة. الوكالة قالت إن المركز الجديد تتوافر فيه القدرات اللازمة لتخزين نصف مليون وحدة دم سنوياً، أي نحو ضعف كمية الدم التي كانت تخزن في المركز القديم، ويعالج كل كميات الدم المتبرع بها في إسرائيل، ويحتوي على مركز لنقل الدم ومختبر معالجة ونظام لتنقية الهواء يتيح للموظفين مواصلة العمل حتى إذا نشبت حرب كيميائية أو بيولوجية. مع بدء التوغل البري في قطاع غزة وتواصل سقوط الصواريخ من قطاع غزة على البلدات والمدن الإسرائيلية، تأهب المركز لزيادة متوقعة في أعداد المحتاجين إلى عمليات نقل دم، كما أن الدم ينقل مباشرة إلى مستشفيات الجيش الإسرائيلي لعلاج جنوده الجرحى في ساحة المعركة.